طيب نروح لكابتن محمد اسماعيل رئيس قطاع الناشئين بنادي انبي ونتعرف اكتر منه. تحياتي ليك يا كابتن محمد ومنور قناه الاهلي. تحياتي يا كابتن اسامه محترم ونادي الاهلي وقناه النادي الاهلي منورين دايما ان شاء الله وبالتوفيق ربنا يكرمك. ما شاء الله لفته طيبه جدا من المسؤولين في نادي انبي استاذ ايمن الشريعي الكابتن محمد اسماعيلي وانضمام عمر ادمس الاحضار الى قطاع الناشئين بنادي انبي. والله يا كابتن اسامه الموضوع هو ادهم ما يعتبر احنا بنعتبره ان هو من ولادنا من نادي انبي لانه اشتغل معانا سنين فترات طويله وكان في اي وقت طبعا الاسماعيلي بيطلبه كان راح كذا مره احنا طبعا كنا بنعمل ده وكابتن ادهم يعني هو كانت رغبته في الحقيقه هو الله يرحمه كان مستني يخلص ماتش اللي عنده وكان اتفاق بيني وبينه على تليفون ان هو يوم السبت ان شاء الله الساعه 10 الصبح كان جاي عشان هو يمضي الاوراق بنفسه يعني. ده قبل الوفاه يا كابتن محمد؟ قبل الوفاه يعني قبل حصل الوفاة. مكالمه ما بينك وبين الكابتن ادهم الله يرحمه ان كان جاي يمضي ويخلص اوراق ابنه وانضمامه للنادي. قال هاجي بسرعه وهرجع عشان تدريبات والحاجات دي فسبحان الله قدر الله ما فعل وربنا يا رب يجعل مثواه الجنه. يعني انا عايز اقول لك ان انا مجرد بس الاستاذ ايمن الشريعي معرف رئيس النادي قال لي انا لازم ابقى قابليك هناك عند عمر بنفسي وانا والله مش مترتبه يا كابتن اسامه ولا اي حاجه خالص ده هو يعني الموضوع اتاخد في قعده يعني انا شايف ان ربنا ان شاء الله هيغفر له ويرحمه عمر ادهم ابن من ولادنا واستاذ ايمن الشريعي تبناه شخصيا هو هناك قال ده يعني هيبقى تبني شخص منه في القطاع لغايه ما ربنا يكرمه يبقى زي ادهم لان ادهم يا كابتن اسامه لان احنا عشنا معاه فترات طويله انسان خلوق جدا متدين جدا حقيقة عمره ما غلط في حد يا كابتن اسامه والله العظيم ثلاثه اتمنى ان كلامي ده يبقى يعني الناس فعلا ده كلام من قلبي بجد وكل اللي اتعامل مع ادهم هيقول صح حقيقة كل واحد اتعامل مع كابتن ادهم هيعرف ان هو انسان خلوق انسان محترم انسان بيحب كل الناس وده يعني في الفتره اللي احنا فيها دي عشان كده حضرتك شفت التفاعل الكبير قوي انا ما شفتش لعيبه أولى أمور مدربين كل ما هو حسن الخاتمة كمان يا كابتن محمد يعني توفاه الله وهو ساجد في الملعب وهو كمان أثناء عمله يعني هو في عمله وهو بيسجد شكر لله على هدف الله. يعني ده حسن الخاتمة في تفصيلة برضو ظاهرة كده ليلة المباراة يا كابتن يعني هو في تملي هو كابتن أدهم من ساعة ما هو بيشارك تدريب بيحب يصحي اللعيبة الفجر ليلة المباراة يصلوا الفجر فهو كان في لعيب عنده هو اللي بيئم للولاد الليلة دي أدهم طلب إن هو اللي يئم الناس هو اللي يصلي باللعيبه هو اللي صلى باللعيبه الفجر ومات وهو يعني اتمنى من الله ان الواحد تبقى نهايته زي الكابتن ادهم كده وسيرته تبقى زيه كده في الحياه لانه يستحق كل خير وعايز اقول لك ان احنا كمان في النادي عندنا لسه مش هو ده بس لا احنا في حاجات ثانيه بس احنا الموضوع بيتاخد ان احنا عايزين نعمل حاجه مش للاعلان يعني حاجه ترضي ربنا ونحس ان احنا عملنا بيها حاجه لادهم وربنا يرحمه يا رب. واحنا بنشكركم على التحرك السريع ده كابتن محمد. انا اللي بشكرك يا كابتن اسامه والله عارف يا كابتن اسامه مجرد المداخله دلوقتي مع حضرتك هو ده اللي احنا عايزين نسيبه الرياضه كده انت حضرتك النادي الاهلي عمل حاجه اقول لك شابوه هي دي الرياضه هو ده معنى الرياضه الحقيقه يا كابتن اسامه صدقني والله هو ده اللي نفسي الفتره اللي جايه ده يبقى هو اللي سايد بيننا وبين وخاصه بين الانديه الكبيره هي اللي هتخلي الدنيا تبقى احسن وقت الوفاه ما فيش الوان تيشرتات هو يعني لا كلنا بنتوحد وبنقف جنب بعض هو لون واحد بس هو لون واحد موجود والله دي حقيقه يعني دي حقيقه دي حقيقه احنا بنشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد وبنشكركم على اللفته الطيبه والرائعه والتحرك السريع كمان يا كابتن محمد ربنا يبارك فيك يا كابتن اسامه واللي جاي احسن ان شاء الله وان شاء الله نشوفه قريب كمان في الفريق الاول في انبي ان شاء الله ان شاء الله نكمل مسيره الراحل العظيم الكابتن ادهم السلحفاه ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن اسامه ان شاء الله بنشكرك كابتن محمد اسماعيل رئيس قطاع الناشئين بنادي انبي يعني لازم نديهم حقهم صراحه الاستاذ ايمن الشريعي رئيس نادي انبي وايضا الكابتن محمد اسماعيل لفته يعني أكثر من رائعة وكمان التحرك السريع وسبحان الله يعني ربنا بيسبب الأقدار كمان زي ما بيقول يعني سبحان الله كابتن أدهم قبل الوفاة هو اللي كان مفروض يروح يوم السبت نادي إنبي ويمضي بنفسه على انضمام ابنه لنادي إنبي لكن الأقدار فالنهاردة يعني بنشكر نادي إنبي وإن شاء الله نشوفه لعيب كبير نشوفه في نادي إنبي ونشوفه منتخب مصر ويكمل مسيرة لاعب رائع يعني كل جماهير الكرة المصرية عمرها ما تنساه